50 60 قطع الرقم اللي انت كتبته ده لموتك. رقم ايه يا معلم؟ ده انا بكتب خواطر. خواطر؟ نثر يعني نثر. قطع خواطرك دي لموتك. قطع. قطع. روح بقى اخبط في الخلق زي ما انت عايز وانا مالي. اهو بعيد عني يجي 5 متر. انا شايفك وانت بتخبطه ونطرته لحد هناك. ليه وانا خبطه بالشلوت؟ يا راجل حرام عليك بلاش كده، انا شايفك صدام عربيتك وهو بيرشق في كليته. انا بكلم بنات. بقول لك ايه؟ خلاص 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 بلاش رخ. يلا نروح الاسم. اسمي ايه؟ خد على قلم مستشفى سابه. اسكت ما هيموت. هيموت يا اخي. احنا نفول على الراجل. يلا بلاش رخ، نروح الاسم قبل الظابط ما يقعد يفطر ونقعد جنبه. يلا هاتوه 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 على مفرش مشمع. ايه؟ مات ها؟ مات مات ها؟ مات؟ الحالة ماتت. الله الله. ما تخافش مش هعترف. مش ده اللي خبطه. ده الراجل ده كان بيحاول يشيل معانا الراجل نحطه في العربية عشان نلحقه. ازاي يعني؟ إذا كان هو اعترف لما أنا مسكته. اعترفت؟ أمال بتبرق ليه؟ وما تقول لي هتقطع خواطري وهتقطع أنت خاطرك هتتهربت هنا. هو ده اللي خبطه. خبطه ده شنيره، ده طياره من على الأسفلت تطير. وأنت ما عندكش إحساس ولا نخوة؟ خلاص رميت الراجل في الشارع كده وبتجري. وفي المستشفى مش عايز تمضيله برضه عرفت موضوع المستشفى برضه حضرتك. يا اخي اعتبر نفسك مكانه وبتدور على حد يمضي عليك. او المصحف ما انا رادد منك لله يا اخي. الراجل ده ذنبه في رقبتك برضه. نفس الكلام برضه حتى لو انا ما رديتش. طب انت حضرتك ما كنتش جيت انا النهارده كنت هتقول ايه؟ كنت اقول لك مع السلامه الصبح على كده. وحتى انا جيت نفس الاسم. انا نفسي مش واخد بالي. أنا نفسي مش واخد بالي. مش واخد بالي. لو سمحت بقول لك يا ساتر. ايه ده؟ ده كلبش. ليه قلت لي؟ ده كلبش. علاش يا عم ممكن كرة؟ ياد يا ابني يا سلام عليك يا حبيبي. بتدور على كرة ابيض فحمر كده؟ كرة ابيض فحمر مدورة؟ اهي خد يا حبيبي خد. هلا قول لي يا اسطى، هو انا ما ركبتش معاك قبل كده؟ تكرش يا باشا. ولا بتطلع في التلفزيون او في الجرايد؟ ريت يا باشا. وحياه التاكسي ده ما ركبتش. وحياه السجاير دي يا باشا ما ركبتش معايا. وحياه المرايه دي ما ركبتش معايا. طب اسمك ايه؟ رمضان. محسوبك رمضان. طب مالكش اخوات توأم او حاجه؟ رمضان؟ لا يا باشا انا وحيد. وحيد ولا رمضان؟ ما تلخبطنيش. رمضان يا باشا. يوه اسمي رمضان انما حالتي وحيد. واسم البرنس ايه؟ مايكل. الله مايكل اسم حلو قوي يا باشا. لا هو جديد مايكول. اسم جميل. ركبت معاك قبل كده. ما تستبعدش يا باشا، بس الواحد من كتر الهم بقى مش مركز. ايوه صح. الواحد بيصحى الصبح بكف على الدركسيون بالعشرين ساعه وقالت مكف قسط العربيه. ده غير بقى ابني اتولد ابن 7 ومرمي في الحضانه مستعجل قوي على النزول. عيل ابن كام؟ الواحد مش عارف. امسك يا برنس الليالي يا رمانه الميزان يا حفظ فندر قلبي فينك من زمان كان حبك بالمجان. نزلني هنا. فين يا باشا؟ نزلني هنا لو سمحت. ليه بس؟ هاخد توك توك. طب ابويا وامي واختي عادي ممكن ابقى انا عارف هما بيتصرفوا ازاي او بيعملوا ايه، انما انا ده انا حلمت بنفس الحرامي وبنفس الضابط وبنفس الراجل اللي مخبوط في الشارع. هما ده انا كمان حلمت برمضان. عقبال ما تحلم بالحج. معاك حق ما تصدقنيش. بقول لك يا ابو حميد ركز بقى معايا والنبي شويه. ها سيبك من الخرافات دي كلها عشان انا عايز اكلمك في موضوع مهم جدا جدا جدا.
فاكر البنت بتاعت النت اللي انا بكلمك عليها؟ اهو 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 حتى الكلام ده، حتى الكلام ده انا حلمت بيه. انا ايوه انا عارفه الكلام ده، انت قلته الكلام ده. ايوه اللي انا لسه هقوله لك. انا عارفه. اه طب انا هقول لك ايه؟ هقول لك بتقول فضل. ايه؟ انا مش قايم قاعد. اتفضل. كنت بتقول قول. ما تسربعنيش ما تسربعنيش وهفتكر انا اهو. طب قول اول حرف، قول اول حرف. انا نلعب افلام. اول حرف ايه؟ قول اول حرف يا كريم بقى. فيه فيه كايزة كايزة فادية فراولة. قربت. ها فانوس. فاكر 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 البنت اللي انا حكيت لك عليها، اللي انا حكيت لك عليها بتاعت النت اللي انا قلت لك. اه اهو شفت بقى. شفت يا كريم؟ لا والله عندك حق. يا سلام عليا انا برضو الكلام ده. والله العظيم الكلام ده زي ما كنت سمعته قبل كده. ما هو انت لازم تكون سمعته قبل كده، ما انا بكلمك فيه كل يوم اصلا. اسمعه بقى دلوقتي عشان ما اكلمكش فيه تاني. مالها 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 قول وخلصنا. هقول لك. طيب اصلا انا اكتشفت ان اخوها صاحبي. اما بترمى زباله صحيح واخوها حقير وانت حيوان. لا 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 ايه ده ايه ده ايه يا ابو حميد ده ايه ده ايه ده في ايه في ايه وديت ايه واخوها ده ايه؟ مش بعيد يكون عارف اصلا انه بيرفع قريه. لا لا ما تظلموش النبي، حرام عليك. هو ما يعرفش اصلا. عشان بهيم. هو مش بهيم، في ابو حميد. خلاص مش بهيم، بجم. اوكي بقول لك ايه، ما انا شايف ان انا وهي نقول له عشان لا يبقى بهيم ولا بكر. انت عارف انا مكان اخوها ده اعمل فيك ايه؟ ايه ده انا اظبطكم متلبسين واتبعك انت وهي. متلبسين ايه بس يا ابو حميد؟ والنبي اركز بس شويه اركز. هي اصلا مش عايزه تكلمني ولا تخرج معايا غير لما اقول له. ماشي. وانا عارفها اصلا من زمان وعارف انها كويسه جدا جدا. ايوه كريم كريم بص ما تكلميش في حاجات مقززه دي. انا دي بالنسبه لي حاجات مقززه يعني. واحنا بناكل مقززه مقززه. اه كل اه هاكل. اه ايه الله. في ايه؟ الله اهو انا ما جبتش حاجه من عندي اهو. في ايه؟ اتشكيت وتعورت. ما انت لازم تشك. ما انت تاكل سمك يا ابني والسمك فيه شوك، لازم تشك عادي يعني. انت متعصب ليه دلوقتي؟ انا متعصب عادي بقى، ايه المشكله؟ لا في دي بقى مش عادي. متعصبش. ايه ده الاسعاف للدرجه دي؟ حالتي خطر. انت طلبت الاسعاف؟ انا موبايلي فاصل اصلا. والليلة دي سيبنا أقول وأحب فيه. سلامتك 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 يا جدع. سلامتك سلامتك سلامتك. ربنا يستر عليك. تعال اقعد استريح. سلامتك ألف سلامة. الليلة دي ربنا يستر عليك. أنت تعبان؟ وليه؟ ليه بتتعب دلوقتي؟ ما تعبتش الصبح ليه؟ جاي الساعة 6 وتتعب؟ ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ هات الدواء بسرعة. حاضر. لا لا مش دي، دي حقن شعري. الدواء بتاع بابا جوه في الاجزخانة، روح جيبه. حاضر. طب كلمت الدكتور؟ ايوه كلمناه بس في الغردقة. يجي بالسلامة ان شاء الله. يجي بالسلامة. اعمل لي مية بسكر يا سعاد. الو الو استاذ جلال. الو رد عليا استاذ جلال. الو الو يا استاذ جلال. لا انا مش جلال، انا احمد ابنه. مين معايا؟ انا حسيب زميله في الشغل. اه اهلا وسهلا. هو استاذ جلال تعب تاني ولا ايه؟ هو اه هو تعب تاني برضو. هو هو حضرتك اتصلت بيه امبارح؟ لا ابدا، بس يا ريت لما يستريح يبقى يكلمني. حاضر. ارجوك ما تنساش تبلغه. حاضر. مع السلامه. جيت هنا قبل كده؟ انا جيت هنا قبل كده. السلام عليكم. Здравствуйте. اسماء فين؟ اسماء في هنا كان حد اسمه اسماء. извините пожалуйста но я вас не понимаю что вы говорите вообще. انا كنت متاكد ان مفيش حد اسمه اسماء صح؟ наверное я не понимаю вы как-нибудь объясните. ممكن انزل تحت اتاكد من حاجه بس؟ انزل تحت. я не знаю что хотите делать пройдите спросите у кого-то. اوكي ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. привет. انا جيت هنا قبل كده. من أبيض من أبليك. أيوة أنا فاكر، أنا جيت هنا قبل. لا مش فاكرك. أنا مش فاكرك مش فاكرك خالص. لو سمحت. إيه ده؟ لو سمحت يا واد بس عايز أقول لك حاجة. لو سمحت. إيه؟ لو سمحت هو هو الموقف ده ما اتكررش معاك قبل كده؟ مش انك بتعمل بيبي يعني؟ اكيد ما انت بتعمل بيبي كل يوم اكيد. وما اقصدش برضه انك مش هتغسل ايدك يعني. احنا ما اتقابلناش قبل كده هنا. لا انا سعيد اللي شغال في سبا. قلت لي لا قلت لي لا قلت لي لا. ايه ده بس؟ في مال حضرتك؟ في حاجه يا عم؟ يا عم يا عم ايدك والنبي. في حاجه ايدك بس ايدك يا عم. لو سمحت يا عم ايدك يا عم ايدك. الله لا مش مي. خلاص يا عم اتكل على الله بقى، خلي ايدك جنبك لو سمحت. سلم على الحنفيه الاول وبعدين ابقى سلم عليا. ايه القرف ده؟
انت حقيقي بقى، متقعدش تعملي فيها مش حقيقي زي امبارح. ايه يا حبيبي؟ ايه يا ابو حميد مالك جايبني على مالي وشي في الحمام هنا؟ عايز ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ تعال. ايه؟ تعال تعال. يعني بعد كل اللي حكيته لك ده انت سايبني وقعد تبلبط؟ ما انت لو مكاني هتشوف ايه الحلاوه اللي انا فيها دي. يا كريم بقول لك الحلم بيتحقق يا كريم. انا رحت لقيت ابويا تعبان برضه. احمد ده حلم. ماشي حلم. يعني انا بشوف الحلم بيتحقق ده طبيعي؟ وبموت في الاخر ده طبيعي؟ ها؟ بقول لك ايه؟ تعالى تعالى. يلا اقلع الحمامه دي وانزل معايا الميه. هفوق اللي بدات له. يلا يلا. كريم ميه ايه دلوقتي بس؟ يلا دي ميه تحفه. سخنه؟ تخت بتغلي. يلا. انا انزل. ما انزلش ليه؟ وروق دماغي وروق دماغي. هيحصل ايه يعني في الاخر؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ ترامادول يا احمد بتضرب. ترامادول تيمو بتضرب تيمو يا احمد. ايه بتاع ايه ترامادول ده؟ كيميا. ايه اللي هيكون بتاع ايه؟ شوكولاته يعني؟ تعبيط ولا ايه؟ يا عم ده حقن الشعر بتاعت امي. امك كمان بتضرب ترامادول؟ تخيل لو امي بتضرب ترامادول. يا عم بقول ابو حميد مش انا كريم صاحبك وحبيبك؟ اسمع مني، اوعى تضرب تيمو. انا بقول لك اهو ما تكررهاش عشان ده ادمان. ادمان؟ امسك التعشره اقرا. ترامادول؟ امي بتضرب تيمو؟ حبايب يا ترامادول. الو انت فين يا احمد؟ انت بتستهبل؟ الناس خمرت جوه من القعده. ايه اللي اخرك؟ مفيش مفيش، ما انا جيت اهو. انا جيت اهو قدامك. تعدي يا ابني، انت واقف عندك بتعمل ايه؟ حاضر هعدي هعدي. طب بقول لك ايه، ما تيجي تعديني؟ اجي اعديك يا ابني؟ بطل البرود اللي انت فيه ده. مش انت كنت بتعديني وانا صغير؟ تعال عديني، تعال عديني ونفتكر نفتكر الذكريات الجميله دي. يا اخي خلي عندك دم يا اخي، منظرنا بقى زباله جوه. حاضر. ما تعدي يا ابني. حاضر هعدي اهو. هو ابنك اتهبل ولا ايه؟ يا عم ايه يا عم، مش ناقصاك. ده عادي ده ولا مش عادي ولا ايه؟ مش عادي. انت جاي عليا ولا ايه؟ لا 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 يا عم، اجي لك يمين تجيلي كده تفضحني مع الفرح ولا ايه؟ لا 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 الحمد لله الحمد لله، فلتت منها فلتت منها. يا 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 فلتت منها. شفت؟ قلت لك تعالى عديني. لا مش عادي مش عادي خالص مش عادي خالص يا حبيبي.